السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدقائق نتحدث عن سؤال يسأله الكثير من الناس. أنا محسود؟ أنا شكلي معيون؟ أنا ما أنا طبيعي؟ أنا ما أنا؟ أولا نقول له تفاءل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثنا على التفاؤل وألا تقول أنك مريض إلا إذا أصبت بالمرض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تمرضوا فتمرضوا فتهلكوا فتموتوا يتفاءل الشخص لكن اذا وجد انه يشعر باشياء يشعر بامور غريبه يشعر بامور يستغرب لها فعند ذلك ماذا اتينا له بهذا التشخيص هذا التشخيص باذن الله يساعدك حتى تعرف حالتك هل انت مسحور او معيون محسود تشعر بامور غريبه انت تريد الاجابه تريد الاجابه عن هذه الامور التي تحصل لك انت اصبر معنا هذه الدقائق وانتبه للتشخيص هذا الذي امامك التشخيص هذا الذي امامك اجب عن كل سؤال عباره عن السؤال امامه مربع المربع هذا اذا كان موجود تضع علامه صح اذا كان موجود تضع علامه صح اذا كان موجود العارض او المرض اذا كان لا يوجد تضع المكان على ما هو خالي من اين تطلب هذا التشخيص ارسل الى الواتساب الذي في موجود ستجده في ماذا في الاسفل ارسل يعني ماذا اريد نسخه الوورد التي من التشخيص ارسلها اليك ثم انت بعد التعبئه ترسل الي ترسل الي ماذا التشخيص بعد التصوير الى الواتساب وباذن الله نعينك مجانا لله لله سبحانه وتعالى نخبرك بحالتك بماذا تشعر وماذا تحتاج ماذا من الدواء النبوي الشافي نسال الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات الشفاء والعافيه انه على كل شيء قدير بسم الله نبدا طيب نبدأ بسم الله هذه الآن هي الورقة الأولى التاريخ يوجد بها التاريخ ورقم الملف الموافق بالميلادي وكم رقم الحالة يعني هذا إذا كان كثير والإسم والعمر الحالة الإجتماعية ورقم الهاتف سنة الزواج عدد الأولاد. منذ متى شعر بالمرض مع عنوان السكن. يوجد في هذا التشخيص أعراض التي يشكو منها المريض. يشكو من القلق أو الخوف، الثقل عن الصلاة، الضيق عند سماع الأذان أو القرآن، القلق في التفكير، النفور من البيت، النفور بين الزوجين، كره الزواج، الضيق الدائم، سرعة الغضب. التردد في الامور والقرارات كثره النسيان زياده التعرق خاصه في منطقه الظهر الصداع الدائم الصداع الشديد احيانا الم شديد في البطن قله الكلام ضعف الشهيه الفشل الدائم في التجاره الفشل في الاعمال لا يرى الناس مكان عمله حراره وضيق من البيت كثره وجود الحشرات في البيت سماع أصوات أو وجود حركة في البيت كثيراً أو أحياناً إذا كانت هنالك أعراض أخرى لم تذكر يكتبها في الأسفل في المكان الفارغ إذا يوجد أشياء لم تذكر في هذا التشخيص أعراض شعر بها المريض قبل أن يأتي إلى الرقية منها حرارة في الجسم الصداع الشديد كر الحضور مع الخوف والتردد في الحضور ثقل الجسم ويوجد مكان فارغ يكتب إذا يوجد أشياء لم تذكر في هذا التشخيص الأعراض التي عند سماع الرقية شعر بحرارة في الجسم العرق الكثير الصداع في الرأس صداع في الرأس كاملا أو صداع في المقدمة في مقدمة الرأس أو صداع في مؤخرة الرأس آلام في الصدر آلام في أعلى الظهر آلام في أسفل الظهر آلام في الكلى آلام في المفاصل ضيق التنفس تثاؤب نبض في بعض الأماكن في الجسم ثقل الجسم ثقل الجسم نبض في بعض الأماكن في الجسم رعشة قليلة لليد أو للرجل نزول الدموع بدون أن يريد ذلك البكاء بغير دموع الصراخ الشديد الإغماء القيء، الغثيان، هذه بعض ماذا الأعراض أثناء سماع الرقية، إذا وجدت أعراض أخرى لم تذكر تكتب في المكان الفارغ. أعراض قبل أو بعد المغرب، حرارة في الجسم، قلق، توتر، خمول، نوم. هل يصاب بالفزع في بداية النوم؟ إذا كان نعم، نعم أو لا، أو أحياناً. الأحلام التي يراها بكثرة، يرى أحلام مخيفة، جن وشياطين، حيوانات وأفاعي، عقارب وكلاب وقطط، عيون حمراء أو زرقاء مخيفة. أحلام أخرى لم تذكر، ولكن هي دائماً تتكرر. أحلام مهمة بالنسبة للمريض. يوجد حلم هو دائما يتكرر أو دائما يغلقه ما هو الحلم الذي دائما يفكر فيه المريض يكتب ذلك الحلم ثم ما هي الأمراض التي يشكو منها المريض حاليا يشكو من القولون العصبي آلام في المعدة آلام العين آلام الكلى الأسنان السرطان تكسر الدم جلطة الربو السكر الشلل العقم الشلل العقم ضغط الدم عدم انتظام الدوره الشهريه ثم من الاشياء المهمه ان يذكر لنا ماذا يستخدم من الدواء ماذا يستخدم الان من الدواء كيماوي او طبيعي